صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، السؤال: هل هو خالد مخلد في النار مع المنافقين والكفار حتى لو اقتص منه في الدنيا وأخذ جزاؤه؟ القاتل ليس مخلدا في النار ما دام انه من أهل الإيمان، ولو كان قاتلا فإنه لا يخلد في النار، لأن القتل عمدا عدوانا لا يخرج من الملة، ولكن عليه وعيد شديد ولا يخرج من الملة. وإذا عذب في النار فإنه لا يخلد فيها. وقول خالدا فيها، ما قال خالدا فيها أبدا، قال خالدا فيها، والمراد بالخلود هنا المكث الطويل، المكث الطويل لا المكث الدائم الباقي، وإنما هو مكث طويل، أي أنه يمدد في عذابه في النار ويتأخر خروجه من النار والعياذ بالله. وعلى كل حال هو مؤمن، وإن عذب في النار فإنه يخرج بإذن الله إلى الجنة، فنهاية أمره إلى الجنة. نعم.